آخر تطبيق من التطبيقات الفيزيائية المقارنة عليكم في هذا الدرس هو الهيليكس. إيش هو الهيليكس؟ هو الزنبرك، السوستة، شايفين السوستة لما كده نلف على أي حاجة، هذا الشكل يسمى هيليكس، وغالبا يكون مع السلندر وتقريبا المخروط وشيء زي كده. ما علينا، معادلته هي معادلته شبيهة بمعادلة اليونيفورم سيركل، مش تتكلم على البوزيشن فيكتور الار اوف تي، القانون حقه شوفوا نفسه قارنوه مع البوزيشن فيكتور، بس اللهم في حد زايد هو سي تي كي. لو تلاحظ في البوزيشن فيكتور تو دايمنشن، اما البوزيشن فيكتور في اليونيفورم سيركل موشن تو دايمنشن، اوكي. اما في الهيليكس البوزيشن فيكتور 3 دايمنشن. كمان ملاحظة أخرى ما ذكرتها في الفيديو السابق، هو شيء فيزيائي إنه الحركة الدائرية لها تسارع مركزي، أوكي أخذته في الفيزياء. هذا التسارع تمام دائما يتجه إلى مركز إيش؟ الدائرة السنتر الأوريجين، وهو عمودي على الفيلوسيتي فيكتور. فرقوا بين الفيلوسيتي والسبيد، السبيد ليس فيكتور، أما الفيلوسيتي فيكتور له اي وجي وكي. طيب هذا الهيليكس تمام، قلنا القانون حقه البوزيشن فيكتور حقه هذا هو، برضو حيطلب منك الفيلوسيتي والاكسيريشن والسبيد للهيليكس. طيب علم بان معادلة الهيليكس كالتالي، هذه هي. طيب يبغى الفيلوسيتي، قلنا اشتقاق الار يعطينا فيلوسيتي واشتقاق الفي يعطينا اكسيريشن، يلا نشتق بالنسبه للتي، حيث ان الاي والاوميجا كونستنت، الاي ينزل اشتقاق الكوساين بسالب، فحط سالب هنا ساين اوميجا تي، واضرب في مشتقة الزاوية مشتقة الاوميجا تي باوميجا، حط الاوميجا هنا اي زايد، تشتحل مشتقة المعادلة هذه، ها الاي ثابت، اشتقاق الساين كوساين اوميجا تي، واشتق الزاوية بنسبة اشتقاق اوميجا تي يعطيك اوميجا، فاضرب هنا في ايش؟ اوميجا جي. حلو؟ سالب اي اوميجا ساين اوميجا تي اي، شوفوها هنا، زائد اي اوميجا كوساين اوميجا تي. طيب كمان في حد ما ننساه، ما ننسى الحد اللي بعده، زائد سي، السي عدد، عدد لما اقول لك 5 تي اشتقاقها 5، طيب سي تي اشتقاقها سي، عندك زائدا سي، واضرب في كمان ننسى، اضرب اي وجي كمان ننسى، هذا فيلوسيتي. طب الاكسيريشن اي اوف تي اشتقاق معادلة السرعة يعطينا تسارع، يلا نجي نشتق هذه المعادلة. يلا شوفوا عندك سالب اي اوميجا ثابت، اشتقاق الساين يعطينا كوساين اوميجا تي، واضرب في مشتقة الزاوية مشتقاق الاوميجا تي اوميجا، فعندك هنا اوميجا كمان، واوميجا من الاشتقاق صار اوميجا تربيع، اوكي اي. بعدين اشتقاق الكوساين يعطيك سالب، نحط سالبا اي ثابت اوميجا ثابت، اشتقاق الكوساين قلنا سالب ساين اوميجا تي، اشتقاق الزاوية اشتقاق اوميجا تي اوميجا، وعندك اوميجا هنا صار عندك اوميجا تربيع، جاهل جي زايدا. شوفوا هنا، هنا ما تشتق ليه، ركزوا الكي هذا هو حيونت فيكتور، اما السي كان بيقول لك اشتقاق الخمسة بصفر، خلاص فهذا الحد راح، يعني هنا لما اشتقيت التسارع هذا الحد راح زائد صفر، ما حتجي نكتب ايش الصفر، واضح ان شاء الله، لا تلخبطوا. هذه سي الكي هذا زي ما قلنا لك هو يونت فيكتور، يرمز لانه بس في اتجاه ده، فالسي عدد اشتقاق العدد بصفر. حلو، هذه المشتقة هذا التسارع، وهذه السرعة. المطلوب التالي يبغى السبيد، السبيد بكل بساطة تيجي تاخذ الفيلوسيتي تقول السبيد يساوي الماجنيتيود لمعادلة السرعة، اوكي نقول جذر تربيعي، يلا المقدار هذا نربعه بدون اي طبعا، نقول سالبا اي اوميجا ساين اوميجا تي كف القوس تربيع زائدا
ده المقدار برضو بين كوساين تربيع A أوميجا كوساين أوميجا تي الكل تربيع. دخل التربيع عادي جدا زي ما تعلمنا، خلينا نحط لون تاني مثلا أحمر يساوي طبعا التربيع طير السالب، لكن الجذر التربيعي لي A تربيع أوميجا تربيع ساين، ركز معايا ساين تربيع أوميجا تي زائدا برضو نربع هذا المقدار A تربيع أوميجا تربيع في كوساين تربيع أوميجا تي. حلو، نسينا كمان حاجة هنا زائدا سي تربيع، أنا أتكلم على المعادلة هذه، فهنا صار عندك زائدا سي تربيع. طيب يلا يساوي ناخذ الاي تربيع اوميجا تربيع مشترك من هذا الحد، من ذا صار عندك اي تربيع اوميجا تربيع من الحد الاول، لما اخذنا الاي تربيع اوميجا تربيع بقي عندي ايش؟ ساين تربيع، ساين تربيع اوميجا تي من الحد لما اخذنا ذا مشترك بقي عندي ايش؟ زائدا كوساين تربيع، كوساين تربيع اوميجا تي. اوكي، طبعا الضرب بيناتهم زائدا سي تربيع. يلا زي ما نعرف انه هذا فيثاغورس ساين تربيع ذلك كوساين تربيع يعطيني واحد، انضرب في ذلك المقدار فصير عندك الجذر التربيعي لي A تربيع أوميجا تربيع زائدا سي تربيع، صحيح؟ بس هذا الجواب. لا أحد يقول لي، شوفوا لا أحد يقول لي مصعب التربيع يطير الجذر، ليش؟ لأنه هنا في علامة في جمع بيناتهم، لكن في الفاء في السؤال اللي قبل شوفوا في سؤال ثلاثة أوكي ليه طار التربيع مع الجذر؟ لأنه أساسا هنا هذا كان عندي صار كذا، بس الجذر التربيعي اللي A تربيع أوميجا تربيع، فأقدر أطير دا مع دا ودا مع دا، لكن هنا ما أقدر لأنه بينهم علامة جمع. يبقى الجواب كما هو، واضح؟ بديهيات في الرياضة، انتهى الحل، بالتوفيق.